السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم في أول حصة من الدورة البرمجية الخاصة بلغة سي شارب. بداية دعونا نتعرف على معنى لغة البرمجة لكي نكون على دراية كافية بكل ما يتعلق بها ويترتب عنها. نحن كبشر لكي نتواصل فيما بيننا نستعمل لغات language، واللغة كما هو معروف هي مجموعة من الكلمات والرموز والأصوات والحروف وما إلى ذلك. نفس الشيء ينطبق إذا أردنا أن نتواصل مع جهاز الحاسوب كمبيوتر. لكي نتواصل مع الحاسوب فسوف نحتاج إلى لغة، والحاسوب لا يفهم لغتنا البشرية. طبعا الحاسوب لا يعرف اللغة الإنجليزية ولا يعرف اللغة العربية ولا أي لغة. الحاسوب يفهم لغة وحيدة تسمى لغة الآلة أو اللغة الثنائية، وتسمى باللغة الثنائية لأنها تكون مكونة من وحدتين من الأصفار والآحاد. اللغة الثنائية أو لغة الآلة هي عبارة عن متتاليات وسلاسل من الأصفار والآحاد. هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الحاسوب. أعطيك مثالا عمليا، حينما تضغط على زر Enter في لوحة المفاتيح مثلا، أو أي مفتاح آخر من لوحة المفاتيح، أو تقوم مثلا بسحب مؤشر الماوس على سطح المكتب، أو تعمل كليك أو دبل كليك، فإن الحاسوب لا يفهم ذلك مطلقا إلا بعد أن يقوم بتحويل هذا الأمر من صيغته البشرية إلى بيانات ثنائية Binary Data، يعني يقوم بتحويل هذا الأمر إلى أصفار وآحاد لكي يستوعبه وينفذه بعد ذلك. إذن فهذه الأوامر التي نراها نحن عادية واعتباطية يتم اقتناصها وتحويلها إلى بيانات ثنائية إلى أصفار وآحاد تخزن على مستوى الذاكرة المركزية أو الذاكرة الرئيسية Central Memory لكي تتم معالجتها بواسطة وحدة معالجة البيانات Central Processing Unit أو كما يسميها البعض المعالج بروسيسور، ثم تنفذ بالشكل الذي نراه نحن، يعني تخزن البيانات الثنائية على مستوى الذاكرة ثم تنفذ بواسطة وحدة المعالجة. خلاصة، الحاسوب لا يفهم لغة البشر بل عنده لغته الخاصة المسمات باللغة الثنائية أو لغة الآلة Binary Language or Machine Language، وتكون هذه اللغة كما قلنا على شكل سلاسل ومتتاليات من الأصفار والآحاد، والتي بترجمتها ومعالجتها تتحول إلى أوامر عملية مرئية. وبالتالي لجعل الحاسوب ينفذ أمرا معينا فعلينا مخاطبته باللغة التي يفهمها، وهو أمر صعب جدا ومتعب للدماغ البشري لأنه لا يستطيع كتابة برامج بواسطة تحويلات معقدة إلى لغة الآلة. من هنا كان لزاما على الإنسان أن يبتكر لغة وسيطة، لغة مشتركة تمكنه من تقاسم المشقة مع الحاسوب، بحيث تكون هذه اللغة أقرب إلى اللغة البشرية، يعني أقرب إلى اللغات التي نتكلم بها، وفي نفس الوقت من السهل على الحاسوب ترجمتها إلى بيانات ثنائية. ومن هنا أتت فكرة إصدار لغة برمجية أو لغة برمجة Programming Language. حاليا توجد العديد من لغات البرمجة، أهمها لغة جافا التابعة لشركة سان مايكرو سيستمز، لغة الفيجوال بيزيك، لغة سي بلس بلس، لغة باسكال، لغة ديلفي، لغة كوبول، لغة بيرل، ولغة سي شارب. كما توجد العديد من لغات البرمجة الأخرى. إذن مما سبق نستنتج أن دور لغات البرمجة هو جعل الحاسوب ينفذ أوامر المستخدم عن طريق كتابة مجموعة من التعليمات instructions، والتي تسمى في مجموعها برنامجا program، أي أن البروجرام هو مجموعة من التعليمات الموجهة إلى الحاسوب بغرض تحويلها إلى بيانات ثنائية تخزن على مستوى الذاكرة ثم تنفذ بواسطة المعالج. بمعنى أنه بواسطة لغة البرمجة نستطيع إنشاء برنامج للرسم أو برنامج أنتي فيروس أو برنامج لتحرير النصوص أو الصور أو برنامج لإدارة المخازن والمبيعات أو إدارة العمال، كما تستطيع أيضا إنشاء لعبة أو أي تطبيق للهواتف أو للحواسيب. الآن تعال بنا لنتعرف على لغة سي شارب، وهي التي تهمنا من بين كل هذه اللغات. لغة البرمجة سي شارب هي لغة برمجة حديثة تتبناها شركة مايكروسوفت، وبدأ ظهورها رسميا سنة 2002 ضمن إطار العمل Framework 1.0. النقطة الأولى، لغة البرمجة سي شارب هي لغة برمجة حديثة. لماذا حديثة؟ لأنها بالقياس مع لغة سي ولغة جافا فهي حديثة جدا.
2002 بالقياس مع تاريخ إصدار لغة سي أو لغة جافا فهي حديثة نوعا ما. ولغة سي شارب متبنات من طرف شركة مايكروسوفت، والظهور الرسمي لهذه اللغة كان سنة 2002. طبعا ظهرت نسخ تجريبية قبل هذه السنة، ابتداء من سنة 2001 ظهرت نسخ تجريبية، لكن النسخة الرسمية ظهرت ضمن إطار العمل Framework 1.0 سنة 2002. السؤال الذي يتقافز إلى أذهاننا الآن، ما هو الفريمورك؟ الفريمورك هو عبارة عن إطار عمل أو ورشة برمجة Development Platform. هذا الإطار يسمح لك بالتطوير بمجموعة من لغات البرمجة، من بينها سي شارب، ومن بينها الفيجوال بيزيك، سي بلس بلس، اف شارب وغيرها. ولكي نتمكن من استخدام الفريمورك والبرمجة بلغة سي شارب أو لغة الفيجوال بيزيك أو غيرها من هذه اللغات، سوف نحتاج إلى برنامج يسمى مايكروسوفت فيجوال ستوديو. الفيجوال ستوديو وهو البرنامج الذي من خلاله سننشئ برامجنا بلغة سي شارب، وقد وصل حاليا إلى النسخة 2012، أقصد النسخة الرسمية. النسخة الرسمية المتاحة حاليا هي النسخة 2012، تم إصدار مؤخرا النسخة 2013 لكنها ما تزال قيد التجريب. بعد هذه المقدمة سوف نقوم إن شاء الله بتحميل هذا البرنامج، برنامج فيجوال ستوديو، من الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت، ثم بعد ذلك نقوم إن شاء الله بتنصيبه، وبعد ذلك نقوم بفتحه والاطلاع على محتويات نافذة هذا البرنامج. على بركة الله نغلق هذا التقديم، نفتح متصفح الويب، ندخل إلى محرك البحث جوجل، في خانة البحث نكتب مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2012 ثم انتر. سيظهر لنا في القائمة الموقع الأول وهو الموقع الرسمي لشركة مايكروسوفت. مباشرة ندخل إلى فضاء التحميل داونلود، نضغط على داونلود، سيتم تحويلنا إلى المكان الخاص بتحميل منتجات فيجوال ستوديو. هذا هو الموقع الذي من خلاله سوف نقوم بتحميل فيجوال ستوديو. ننزل قليلا، ستلاحظون هنا فيجوال ستوديو ألتيميت 2012 النسخة، تمكنك من استعمالها 90 يوما بالمجان ترايل فيرشن. سوف نقوم إن شاء الله بتحميل هذه النسخة والاشتغال عليها خلال دروسنا. نضغط على هذه الأيقونة، ننزل قليلا، من هنا تستطيع تحديد لغة الفيجوال ستوديو، هنالك الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية وغيرها. هنا إذا أردت أن تقوم بتنصيب الفيجوال ستوديو من الإنترنت مباشرة من دون أن تقوم بتحميله، هنا إذا أردت أن تقوم بتحميل الملف التنفيذي، وهنا إذا أردت أن تقوم بتحميل النسخة المضغوطة ISO بغرض مثلا حرقها على DVD أو فك الضغط عنها بأحد البرامج مثل Power ISO. لتحميل النسخة ISO نضغط عليها هنا، سوف يتم إحالتنا مباشرة على الرابط المباشر. هذا هو الرابط المباشر، كما تلاحظون هنا حجم النسخة المضغوطة هو جيجا و480 ميجا أوكتين. بعد انتهاء التحميل عملية التنصيب عادية جدا، لا يوجد فيها أي مسألة جديدة، فقط next ثم finish. بعد الانتهاء من عملية التنصيب، طبعا أنا فيجوال ستوديو عندي منصب هنا لذلك فلن نقوم بتنصيبه. عملية التنصيب كما قلنا سهلة جدا، لا يوجد فيها أي إعدادات أو أي مسائل جديدة. الآن سوف نقوم بفتح الفيجوال ستوديو، نذهب إلى القائمة Start All Programs، ثم نذهب إلى مايكروسوفت فيجوال ستوديو 2012 هنا. هذا هو البرنامج، لاحظوا هذه الأيقونة البنفسجية فيجوال ستوديو 2012. ندخل، هذه هي نافذة الانطلاق لبرنامج فيجوال ستوديو. بمجرد ما تقوم بفتحه ستظهر لك هذه النافذة. النافذة هنا كما تلاحظون هنا القوائم العلوية التي سنحتاجها خلال إنشاء برامجنا، كل هذه إن شاء الله سوف نتعرف عليها. هنا هذه الأيقونات هي أيقونة اعتيادية، Previous و Next، هنا لفتح الملفات، هنا لحفظ
الملف، هنا لحفظ جميع الملفات، هنا للتراجع، هنا لإلغاء التراجع. هذا المثلث سنحتاجه إن شاء الله حينما نقوم بتنفيذ البرامج. ما يهمنا الآن هو كيفية إنشاء برنامج جديد في لغة سي شارب. المسألة سهلة جدا، هنالك ثلاثة أو أربعة طرق. إما نذهب إلى القائمة فايل ثم نيو ثم نختار بروجكت ليتم إنشاء مشروع جديد، أو نذهب إلى هذه الأيقونة نيو بروجكت، أو ننزل إلى هنا نيو بروجكت، أو باختصار نضغط على الشورت كات، يعني على الاختصار كنترول شيفت ان، سيتم فتح نافذة جديدة من أجل إنشاء مشروع جديد. هذه هي النافذة. لاحظوا معي هنا العديد من لغات البرمجة المضمنة داخل الفيجوال ستوديو. عندنا لغة الفيجوال بيزيك، فيجوال سي شارب، فيجوال سي بلس بلس، وفيجوال اف شارب، ومجموعة من أنواع المشاريع الأخرى. ما يهمنا في هذه الدورة هو الفيجوال سي شارب، نقوم بتحديده. ستلاحظون هنا في هذه الجهة مجموعة من أنواع المشاريع. عندنا Windows Forms Application، عندنا WPF Application، Console Application، مجموعة من الأنواع. النوع الذي سنستخدمه إن شاء الله في مرحلة الأساسيات هو Console Application، وهو شبيه بالـ MS-DOS، يعني الشاشة السوداء ونصوص بيضاء. بعد تحديد نوع المشروع نذهب إلى الجزء Name، هنا من أجل إعطاء اسم المشروع، مثلا First Project، هنا اسم المشروع. هنا اللوكيشن، المكان الذي نريد حفظ المشروع فيه. تستطيع ذلك عن طريق الضغط على براوز ثم تحدد المجلد الذي تريد تخزين المشروع فيه. هنا السولوشن نيم، وهو اسم الملف الجامع. ما معنى الملف الجامع؟ سوف نتعرف عليه ان شاء الله في الحصة القادمة. بعد تحديد هذه المعطيات نضغط على اوكي ليتم انشاء مشروع جديد. نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة. أدعو لكم بالتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.